نظم مالكو سيارات النقل العاملين في ميناء المكلا وقفة احتجاجية أمام بوابة الميناء للمطالبة بتنظيم عمل سيارات النقل العاملة في الميناء من قبل الجهات ذات العلاقة. وقفة احتجاجية تأتي بعد مطالبات كثيرة من قبل مالكي سيارات النقل العاملين في ميناء المكلا بعمل فرزة تابعة لنقابة عمال الميناء مهمتها تنظيم عملهم أسوة بالعاصمة عدن تحت إشراف الجهات المختصة وعدم تسليمها للمكاتب الخاصة التي استباحت الأجور والأعمال بحسب قولهم. نحن فئة من الشعب نعاني مثل الجميع يعني، وإنما نحن تعرضنا على قول ذاك المعاناة أكثر بحكم أنه سلمت أمورنا لمكاتب خاصة، وهذه المكاتب الخاصة استباحت على قول ذاك أجورنا واستباحت أعمالنا وكل شيء، أصبحنا مهمشين ما تقدر تتكلم، تتكلموا عن أجار بيوقفك من العمل، تشتغل على هكدة خسران، ما تقدر لا وفيت لا تقدر تشتري طواير حتى تزلك أحيانا سلف. تجاهل من قبل السلطة المحلية في المحافظة لمطالب المحتجين المشروعة، حيث طرقوا عدة أبواب للجهات المعنية منها الهيئة العامة لشؤون تنظيم النقل البري ومكتب وزارة النقل وإدارة الميناء ولكن دون جدوى. نحن قمنا بإطراق عدة أبواب منها الجهات المعنية الشؤون الفنية والهيئة العامة للنقل البري لشؤون تنظيم النقل البري ووزارة النقل وإدارة الميناء والقيادة المنطقة العسكرية الثانية، طرقنا عدة أبواب ولم يستجيبوا لنا وطالبنا مطالبنا سلمية، نطالب بمشروع حقوقنا تنظيم فرزة عمل واحدة تشمل جميع السيارات ومالكيها. وطالب بيان الوقفة تعديل الأجور وضبطها بحسب المسافات وتتواكب مع الظروف المعيشية الحالية واعتماد تصريح دخول السيارات إلى رصيف الميناء من قبل هيئة النقل المنظمة ووزير النقل وإدارة وأمن الميناء، وكذا الالتزام من قبل أصحاب مكاتب التخليص بدخول السيارات عبر نقطة التوزيع التي يطالبون بتفعيلها. تلاعب وايد يعني بالمكاتب، يجي لك قاطرة معه تاير قدو تاير، يجي يشيل قاطرته يشيل الحمول ثلاث زفات أربع زفات ونحن جالسين، وهذا تظلم يعني ما سوى مطلب. نحن نريد مكتب واحد زي عدن كل واحد يأكل حصته، الحين يجي لك من برا سيارات تشيل الحمول حقنا كله ونحن قاعدين نتفرج، هذا من العيب يعني، من ما هو رياضي هكذا. مطالب بسيطة يطالب بها هؤلاء العمال بعيدا عن عبث أصحاب النفوذ من التجار وأصحاب المكاتب الخاصة، فهل ستستجيب السلطة لها؟